يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، إذا قام شخص يسأل الناس بعد الصلاة، فهل للإمام أن يمنعه من ذلك أو يكون ذلك داخلا في الآية فيكون عمله مذموما؟ الأرض داخل في الآية، اللي يدخل في الآية، وأما السائل فلا تنهى، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالسائل له حق، فإن كان صادقا فإنه أخذ ما يحل له، وإن كان كاذبا فإنه يأخذ جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ما عليك أن تعطي السائل، سواء كان، إلا إن علمت أنه لا يستحق وأنه كذاب، أما ما لم تعلم فأعطه، وحسابه على الله. نعم.